بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون دايما بخير وبصحة وبسلام. زي ما عودتكم في كل حاجة معايا من اول ما بدأنا، ان انا اي حاجة بجيبها خاصة بالدايت او بالاكل الصحي بجيبها من السوبر ماركت، بعمل لكم ريفيو كامل عنها. فالنهاردة ان شاء الله اشتريت شوية حاجات كده بإذن الله، هعمل لكم ريفيو عن كل حاجة فيها بالاسعار وبكل شيء. بس قبل اي حاجة ادوا لايك ويلا بينا على طول، هوريكم كل حاجة لحظة بلحظة. زي ما عودتكم على طول قبل نبدا اي حاجه بندي لايك، ويا جماعه لازم تعملوا شير للفيديو ده وكل الفيديوهات اللي عندي عشان توصل لاكبر عدد من المشتركين، لان انا ربنا عالم بعمل مجهود جامد جدا، وبصراحه المشاهدات مش حلوه، بس انا واثقه ان شاء الله ان كل حاجه تبقى تمام. بس ادوا لايك بس دلوقتي ويلا بينا على طول، هوريكم المنتجات اللي جبتها ان شاء الله. من اهم الحاجات اللي انا يعني ما اقدرش استغنى عنها ابدا في المشتريات الدايت بتاعتي الدقيق. عندي كل انواع الدقيق طبعا، انا يعني بحب اجيب كل انواع الدقيق الصحيه، سواء دي قمح كامل، سواء دي شوفان، او دي حمص، دي شعير، انواع كتير قوي 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 من انواع الدقيق. فبصراحه الماركه دي بصراحه انا جربتها بقالي يمكن سنتين مجرباها، فعلا حلوه جدا يا جماعه، بتعمل انواع دقيق كتير حلوه جدا جدا. انا طبعا هما مش دافعين لي حاجه ولا اي حاجه، بس انا ما بستغناش عن منتجاتهم لان فعلا حلوه. على فكره كنت عملت ريفيو قبل كده عنهم، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. الماركه دي او البراند دي اسمها سنبله الفرات، عاملين طبعا انواع دقيق كتير جدا. فانا جبت دقيق الحمص من عندهم. لو انا مش فاكره الاسعار هكتب لكم الاسعار على الشاشه، انا جايبه كتير فبنسى كل حاجه يعني سعرها ايه. جبت من عندهم دقيق الحمص، وجبت كمان دي الشعير. طبعا بس انا مش عارفه الشعير طبعا ليه فوائد كتير جدا جدا قدامكم على الشاشه دلوقتي. وبرده جربت البراند دي في دي الشعير، بصراحه تحفه ومسهل عليا كتير جدا جدا، غير ان انا اجيب واطحنه والكلام ده كله. وجربت كمان على فكره دي القمح الكامل من عندهم برده تحفه، ودي الشوفان. بس انا يعني طبعا حلو، بس انا بفضل ان انا اجيب الشوفان واطحنه بنفسي، يعني الحاجه بتبقى النخاله تبقى موجوده فيها وببقى ضامنه اكتر يعني. بس بصراحه كل منتجاتهم حلوه. وادي كمان منهم دي الرز البني، هعمل لكم ان شاء الله بانواع الدقيق دي باذن الله وصفات قريب ان شاء الله في القناه، هتعجبكم جدا. وعايزين تعرفوا ريفيو مفصل عن منتجاتهم زي ما قلت لكم هسيبها لكم ان شاء الله في الديسكربشن او صندوق الوصف تحت. تمام، ده بالنسبه لانواع الدقيق. ومن ضمن انواع الدقيق اللي اول مره استخدمها بصراحه الماركه دي اسمها كينج ام، اللي خلاني جبتها اني انا جربت قبل كده منهم اللي هو الرايس كيك، تظهر صورته دلوقتي قدامكم على الشاشه دلوقتي. فعلا منتج جميل جدا الرايس كيك، فأنا بجيبه حتى لو شفتوه في الفلوج اللي عملته معاكم في العيد، كنت بشتري من هايبر. الراجل قال لي الدقيق ده حلو قوي وعليه طلب جامد، يعني هو دقيق بني اعتقد اللي هو دقيق القمح الكامل، هو مكتوب براون فلاور ومكتوب هو الرجيم وكده. اللي شد انتباهي بقى مش كلمه رجيم، يعني مش اي حاجه يا جماعه مكتوب عليها رجيم تجيبوها. انا شد انتباهي كلمه توليفه الدقيق الغنيه بالفيتامينات والالياف، يعني هو مليان الياف. افتحه كده مع بعضينا، انا اول مره افتحه واول مره اجيبه والله، ما جربتوش قبل كده. بس انا واثقه بصراحه في البراند دي اللي هي كينج ام دي، بتعمل حاجات كتير قوي. مش عارفه من جوه شكله عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو لونه ابيض بس فيه، شايفه فيه الياف وحاجات كده جوه، مش عارفة. بس هو مش دي ابيض، يعني مش عارفة اذا كانت الكاميرا مبينة ولا لأ. في زي نقط كده من جوه ومكتوب عليه براون فلاور، يعني دي بني دي القمح الكامل، بس ده فيه فيتامينات اكتر او فيه فايبرز او الياف اكتر. فهنشوف ان شاء الله. ده كنت جايباه يمكن ب 13 جنيه او حاجة زي كده، ده اللي افتكرت سعره دلوقتي. وطبعا بالنسبة للتونة ما بستغناش عن التونه ابدا ابدا ابدا، ما ينفعش ان هي تخلص من البيت اساسا. فجبت العرض ده زي ما قلت لكم، مش شفتوه كده في الفلوج بتاع العيد، الثلاثه الواحده ب 15، فجبت ثلاثه حلوه برضو قوي دي من عافيه، جربتها على فكره حلوه قوي. وبعدين هي متحيقه اوريدي، يعني محطوط لها ليمون ومحطوط لها توابل وكل حاجه، يعني من البتاع على طول، على يعني نصفيها من زيت وناكلها على طول. طبعا برضو هعمل لكم ان شاء الله وصفات قريب جدا بالتونه، حاجات بقى كده حلوه ان شاء الله، بس لو ادينا لايك بقى وظبطنا الدنيا يعني، فاهمين قصدي؟ اوكي، ده جبت منها ثلاثه. وجبت كمان من الماركه دي برضو، كانت الواحده ب 15، فيشر مان، برضو قطعه وحلوه فاتحه اهم حاجه. انتظروا بس ان شاء الله وصفات كتير حلوه ان شاء الله الايام اللي جايه، بس اعملوا لايك اهم حاجه، تعملوا لايك. بالنسبه بقى للمزاج العالي، لقيت ان ابو عوف عامله نسكافيه، البرطمان ده 50 جرام، كنت جايباه ب 20 جنيه، طبعا حلو جدا وارخص من النسكافيه اللي هو اللي احنا بنجيبه.
بحاجات بسيطة. اما لقيت ان هو ابو عوف جبت من غير تفكير، طبعا منتجات ابو عوف حلوة جدا، براند محترم بصراحة، وجربته طلع تحفة بصراحة. يعني انا ما قدرتش استنى لما اعمل ريفيو، فتحته ريحته تحفة وقوامه حلو جدا جدا، ونسكافيه فعلا محترم يعني. فبالنسبة للتوفير فعلا في وفر جامد عن نسكافيه البراند اللي احنا عارفينه، والطعم يمكن احلى كمان. تمام. طبعا من ضمن الاشياء اللي لا غنى عنها بالنسبه لي الدارك تشوكلت او الشوكولاته الدارك، طبعا شفتوه برضو في الريفيو بتاع العيد، انا جبتها دي ب 48 جنيه. النسبه دي كويسه جدا، احنا لينا من اول 70 75 95 90 سوري 95 99، لكن اقل من ال 70% لا، مش ما تبقاش دايت يعني، انت فاهمين، تبقى دلع. هي كل ما نسبه الكاكاو زادت اللي هي ال 90% دي او ال 90% دي بتبقى نسبه الكاكاو اللي موجوده، والباقي بيبقى ايه، سكر، انت فاهمين قصدي. فكل ما زادت كل ما طبعا بقت افضل. وطبعا الشوكولاته الدارك ليها فوائد كتير جدا قدامكم كلها على الشاشه، وانا عملتها قبل كده معاكم في القناه، ولو عايزين اعملها لكم تاني بطريقه مبسطه واحسن اكتبوا لي في الكومنتس. الماركه دي اسمها ليندت، بحبها جدا على فكره. في انواع كتير قوي بس دي اكتر نوع عجبني بصراحه، وشكلها بصراحه تحفه. يلا نفتحها مع بعضينا، اهو بندوس هنا اوبن كده. انا بصراحه ماليش في ما بحترمش التعليمات، بخش اقطع الحاجه واخش على طول، ما بستحملش. ف بصراحه مساعه جبتها عايز افتحها واكل منها، بس قلت افتحها قصادكم احسن. شكلها حلو قوي يا جماعه اهو. طبعا سهل جدا ان احنا نعملها في البيت، سهل قوي قوي، ان شاء الله اعملها لكم باذن الله قريب. بصوا شكلها حلو جدا جدا، طبعا ريحتها تحفه، كاكاو قوي اهو، شكلها سكر جدا. اقدر اخد منها بقى سلايز زي ما انا عاوزه، الكيوب او المكعب كله على بعضه، مفيش اي مشاكل على حسب سعراتنا. فحلوه جدا، هاخد واحده عشان نفسي اكل شوكولاته بصراحه. كنت جايباها بكام؟ ب 48 جنيه. بالنسبه للسكر، احسن حاجه دلوقتي ممكن تتجاب يا جماعه، والله الناس دول مش دافعين لي حاجه، بس دي من خلال الاكسبيرينس او الخبره بتاعتي في عالم السكر دايت. انا اصلا من كتر حبي في السكر دايت سميت القناه سكر دايت. انا كنت بصادم انواع كتير الاول، بصادم سويتال ستيفيا، بس بصراحه الاسعار بقت ارقام فلكيه. انا لسه سائله على السويتال البرطمان اللي كنت بجيبه ب 50 وب 55، النهارده لقيته ب 98 جنيه. مش عارفه ليه، يعني ليه ايه اللي حصل عشان الناس بقت تحب البراند دي وخلاص، بقى الناس كلها بقت تتكلم عليها، تبقى الفرق او تغلى الغلو الرهيب ده. فبصراحه جربت نوكال، بقالي يمكن دلوقتي حوالي 6-7 شهور بجرب نوكال، فعلا هايل، حلو جدا جدا جدا، طعمه زي سويتال يمكن احسن واقوى. فيا جماعه بجد لازم تجيبوا نوكال ده، فعلا حلو. انا جايبه العبوه دي، طبعا هو في شكل ده نزل جديد، ان شاء الله هعمل لكم حلقات الجايه ان شاء الله هعمل لكم ريفيو كامل عن الشكل الجديد والحاجات اللي عندهم قد ايه، والحاجات والعروض على الصفحه بتاعتهم، حاجات كتير. انا جبت الباكت دي فيها 100 باكت مع بعض، دي كنت جايباها ب 62 تقريبا او حاجه زي كده، حلوه جدا يا جماعه. دي مقام تحليه معلقتين، بصوا كده، في منها الاقراص وفي منها باكيتات زي اللي معايا دي، في منها باكيتات صغيره ب 50 باكيت، في 100 اللي انا جايبه ال 100، وفي من دي اللي هي 300، وفي برده منها ال 200 وال 400، وفي منها دي، وفي منها اللي هي البرطمانات كمان، البرطمان اللي هو ربع كيلو زي ما انتم شايفين كده، كل حاجه زيرو، طبعا حلوه جدا جدا، ما فيهوش بقى لا ويت ولا ستريتش ولا شوجر ولا ياست ولا ميلك ولا صويا ولا فيش ولا جلوتين ولا اي حاجه خالص. فبصراحه يا جماعه انا بنصحكم انتوا تجيبوا نوكال، لان هو فعلا حلو وسعره كمان حلو جدا 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 دلوقتي بالنسبه للاسعار الارقام الفلكيه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. فخدوا سكرين شوت للماركه دي وهاتوها، بجد مش هتندموا. انا بنصحكم بنوكال حاجه كده من الاخر يعني، وتحليه رائعه. اوكي، ده بالنسبه للسكر الدايت. بالنسبه للمشروبات طبعا الماركه دي انا جربتها اسمها العطار، برضو براند حلو قوي قوي قوي، في كل حاجة فيها معمولة بطريقة وقوية جدا جدا جدا. انا جبت الشاي الاخضر اللي هو المورينجا، المورينجا ليها طبعا ليها فوائد كتير، برضو كلها تنزل قدامكم على الشاشة. الباكت دي انا كنت جايباها ب 22 تقريبا، من العصيم. نفتحها كده مع بعضينا ونشوف الدنيا فيها ايه. احلى حاجة ان هما بيدونا مع كل حاجة اربع اظرف كمان تاني زيادة،
عشان نجرب اطعام تانية ونقرر احنا بنحب ايه ومنحبش ايه، او هنجيب ايه ومش هنجيب ايه. نفتح كده مع بعضينا، انا بزهق محكمة جدا جدا اهو، مش قادرة اوصل لكم. مجرد ما شلت السلفان الريحة طلعت، لان هم عاملين جوه باكتين زيادة، اتنين بالرمان واتنين باليانسون. بصوا الجمال الباكت بقى، اوعى حاجة تحفة اهو، ريحته تحفة تحفة تحفة، رمان بلدي بقى وكده، والطعم مضاعف زي ما انتم شايفين اهو. اتنين رمان واتنين ينسون. طبعا المشروبات دي مهمة جدا جدا، خصوصا في الوقت بتاع الصيام المتقطع، الوقت اللي احنا مش بناكل فيه بعد ما نخلص ساعات الصيام بتاعت ساعات الاكل بتاعنا. في وقت الصيام نقدر ناخد من انواع الشاي الجميلة دي، وده الشاي الاخضر اللي هو بالمورينجا ده، بجد حلوة قوي قوي، براند جميلة قوي. انا جبت منها حاجات كتير قوي جربتها، بس اقوى حاجة فيهم الجنزبيل، فظيع نار تحفة. فيا جماعة هاتوه برضو، الحلوة قوي البراند دي جميلة جدا، وعندهم انواع كتير قوي من الشاي، مش اخضر بس يعني، وفي طبعا اعشاب وفي حاجات كتير بيعرفونا بنستخدمه ازاي، وفي كمان حاجات عندهم ممكن يعني مثلا ايه نشربه سخن او نشربه بارد، يعني حاجات كتير قوي. يعني مثلا الرمان ده ممكن نشربه بارد، نحطه في مثلا كوبايه ولا حاجه او اكبر شويه، ونسيبه يسقع وشويه تلج، وتبقى مشروب واحد يفرفش بيه كده، ويعني يحس بانتعاش، خصوصا الجو ابتدى يبقى حر من دول. فالبراند دي يا جماعه خطيره، زي ما قلت لكم جبتها ب 22 جنيه. بالنسبه بقى للخل يا جماعه، بصوا بقى عشان الكلام ده مهم جدا، الخل ده خل تفاح، الناس بتجيبه من بره وبيبقوا فاكرينه بقى هو ده خل التفاح الاصلي واللي هو ما فيش زيه. انا اعرفكم الفرق بين خل التفاح الاصلي وخل التفاح المضروب اللي هو اي كلام. بصوا كده معايا، شايفين هنا في حاجه كده رواسب، مش عارفه اذا كانت الكاميرا جايباها ولا لا، اهي بصوا كده معايا اهو، ده الخل التفاح الاصلي اللي بيبقى معكر. بصوا مجرد ما اعمل كده اللون اللي هو الشفاف شويه اللي كان فيه ده راح. بص في 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 شوائب كده وفي حاجات جوه كده زي ما انتم شايفينها، هو ده خل التفاح الاصلي. لكن اللي بيبقى شفاف او لونه عامل زي عصير التفاح اللي هو اللي بنجيبه معلب ده، ده مش بيبقى خل تفاح خالص، ده بيبقى مجرد خل عادي وحاطين عليه لون وخلص، وريحه خل التفاح وشكرا على كده. لكن ده الاصلي حلو جدا يا جماعه، ومش غالي على فكره. يعني الازازه دي انا كنت جايباها يمكن ب 17 او ب 18 جنيه، فحلوه جدا، هي 330 مللتر، حلو قوي. فلازم تعرفوا تفرقوا بين الخل العادي وخل التفاح. بصوا كده المنظر ده، شايفين في شوائب بتمشي كده، هو ده الخل التفاح الاصلي مش المضروب، تمام؟ يوم ما تجوا طبعا، خل التفاح ليه فوائد كتير جدا كلها تنزل قدامكم على الشاشه دلوقتي، وحلو جدا على فكره تسريح الدهون، يا ريت تدخلوه في كل اكلاتكم، فعلا حلو جدا جدا جدا. المكرونه دي عجبتني قوي، تبع براند اسمه دكتور فودز، لقيتها بالسبانخ، شكلها لطيف قوي، مكرونه مطحون السبانخ ومطحون الطماطم والسوميلينا، يعني هو السوميلينا ومعاها ميكس سبانخ وميكس طماطم، طبعا هيلثي جدا جدا جدا. بصوا شكلها حلو قوي والوانها لطيفه جدا زي ما احنا شايفين، اخضر واصفر والاحمر، ف حلوه صحيه. كنت جايباها بكام؟ مش فاكره، يمكن كانت ب 20 او ب 25 الكيس كامل، بس انا اخدت شويه يعني، كانت لغايه هنا مش فاكره بالظبط السعر، هحاول افتكر لكم لو انا مثلا قلت سعر غير ده او جبتها من غير سعر غير ده، هكتب لكم على الشاشه ان شاء الله باذن الله، تمام؟ بس حلوه جدا يا جماعه. طبعا كاتب لكم هنا بقى الفوائد بتاعت السبانخ والطماطم مع بعض وكده، للناس حتى اللي ما بتحبش طعم السبانخ دي مش هتحسوا بطعمها خالص، مجرد مكرونه كده، بس طبعا واخده فوائد السبانخ بقى كلها وازاي نعملها والحاجات دي كلها، تمام؟ الكيس كله على بعضه حوالي 400 جرام. جبت انا ده حلو قوي، ماركه اسمها ادمي، يعني شبه هاينز شويه اللي هو الصلصه دي، انا ما بحبش الصلصه على فكره، بس دي بصيت كده لقيت مكوناتها كلها حاجات طبيعيه، ما فيهاش مواد حافظه، ما فيهاش سكر، حاجات كلها زي ما انتم شايفين كده اهو، تمام. حلوه جدا برده، بتنجز معايا لو ما عنديش وقت ان انا اعمل صلصه للمكرونه او اي حاجه، دي بتنجز معايا كتير جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، اسمها ادمي على الطبخه، دي بالثوم والاعشاب الايطاليه، ودي بالطماطم متبله بالبصل والثوم والفلفل، حلوه برده. دي كنت جايبه الواحده ب 15،
الازازه الواحده ب 15، تقعد تعمل معايا مثلا مره او مرتين كمان او ثلاثه على حسب استخدامنا. فحلو يا جماعه، تنجز معانا كتير جدا في الوقت. كنت جايباها منين؟ كنت جايباها من هايبر. الزبيب ما بقدرش استغنى عنه، كان نازل عرض عليه في العصيم، جبت الشويه دول بحوالي 18 جنيه، حلو برضو الكيلو ب 70. ما بقدرش استغنى عن الزبيب ابدا، سواء رمضان غير رمضان لازم الزبيب يكون عندي، لاني بستخدمه في الجرانولا. جرانولا طبعا العشق. عايزين تعرفوا عملتها ازاي، هتنزل عندكم في الديسكريبشن او صندوق الوصف. حلوه جدا برضو، ما بقدرش استغنى عن الزبيب ابدا. الزبيب طبعا ليه فوائد كتير جدا، بس ما ناكلش منه كتير، يعني في الاخر عنب وفيه سعرات وكل حاجه. مستردة مبستغناش عنها برضو، كنت جايباها من هايبر، مش فاكره كنت جايباها بكام. دي البرطمان ده مش فاكره كنت جايباها بكام، بس انا اقصد المستردة مهمه طبعا جدا، وما بتتخنش، بالعكس بتعلي الحرق معانا جدا، وحلوه حلوه جدا، بتحلي الاكل قوي 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 يعني. اوكي. جبت كمان بندق زي ما قلت لكم، زي ما جبت انا من العصيم، كان نازل عليه عرض برضو. الحبه دول جايباهم ب 23 جنيه حوالي 220 جرام. ليه البندق؟ في ناس ما بتحبش البندق، فانا ان شاء الله قريب جدا هعمل لكم حليب البندق، وهعمل لكم كمان دقيق البندق للناس بتوع الكيتو اللي ما بيستخدموش دقيق شوفان ودقيق القمح الكامل. ان شاء الله هعمل لكم باذن الله حليب البندق، حاجه كده تحفه وخرافه وحاجه جامده قوي قوي قوي. اخر حاجه بقى وختمه مسك زي ما بيقولوا، الماركه دي اسمها كاي، عامله طبعا عامله قلبان جامد جدا في يعني في مجال الدايت والاكلات الصحيه والكلام ده. كاي دي الشوفان بتاعها دايما هاي بروتين، البروتين بتاعه عالي جدا. انا كنت عامله قبل كده ريفيو عن بعض منتجاتهم، كنت جايبه منتجات ليهم كتير من جوميا. لو عايزين برضو تشوفوا بعض المنتجات المختلفه ليهم هسيب لكم اللينك بتاع الحلقه دي، كانت حلقه حلوه قوي برضو. زي ما انتم شايفين كده عاملين حركه جميله قوي للناس اللي مثلا بتبقى بره او عايزين نفطر مش عارفين نفطر ايه، وخايفين مثلا لو احنا مثلا في الشغل زمايلنا قاعدين بيفطروا فول وطعميه ومش عارفه ايه والكلام ده كله، احنا خايفين نخرب الدايت، ممكن نجيب لنا علبه من دي، لان هي فيها بروتين عالي قوي. بصوا هاي بروتين، فيها حوالي 15 جرام بروتين، فطبعا دي حاجه حلوه جدا جدا. وفي منها اطعام، دي انا جايباها بالفراوله، في منها بالقهوه، في منها بالتفاح الاخضر، يعني تحفه، جربتها على فكره بجد حلوه قوي قوي. احلى حاجه الموضوع كله ايه، زي فكره الاندومي كده، بنفتحها ونحط جواها ميه سخنه ونقفل عليها يعني يمكن 5 دقايق ولا 10 دقايق، بيزيد بقى حجم الشوفان جوه والطعم طبعا مع الفليفر اللي هي سواء القهوه او الفراوله والكلام ده. تحفة ومشبعة جدا جدا. بكام جبتها العلبة دي؟ مش عارفة، ب6.5 او ب7 جنيه. اشتري نفسي واشتري صحتي وكمان ما ضيعش الدايت ولا اخر باليوم ب6-7 جنيه دول، فطبعا افضل بكتير. لو جبنا فول وطعمية والحاجات دي غير ان احنا هنخسر صحتنا والدهون هتتركز عندنا، هندفع اكتر من كده بكتير عشان نشبع. انتوا فاهمين الفكرة؟ فدي حلوة قوي يا جماعة. هنفتحها كده مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس فكرة الاندومي اللي هو في العلب بالظبط اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا اللي يشوفه يقول ايه ده شوفان وخلاص خلصنا على كده، لا، شوفان معمول يعني محطوط عليه فليفر القهوه الفراوله، ريحته تجنن. مجرد ما نحط شويه بس ميه على حسب هو بيقول لنا ميه قد ايه جوه ونقفل كده، هتزيد معانا ونقدر نفطر منها او مثلا ناخدها كسناك في اليوم. هي وجبه حلوه جدا جدا، او تسد معانا لغايه ما نبتدي نروح البيت وناكل كده. هما فيها قد ايه؟ فيها حوالي 50 جرام شوفان، واحنا طبعا لينا 50 جرام او اقل شويه تقريبا في اليوم على حسب سعراتنا في اليوم ايه. فيا جماعه بجد والله بجد حلوه جدا جدا الفكره، عجبتني قوي قوي للناس اللي بيشتغلوا او ما عندهمش وقت ان هم ياكلوا وخايفين يخربوا الدايت او يبوظوا الدنيا، دي يعني هتظبط الدنيا جدا جدا معانا. يا رب يكون الريفيو بتاع النهارده ان شاء الله يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. ولو في اي حاجه نسيتها انا اسفه جدا، مش في دماغي يعني، مش بعرف احفظ الاسعار كلها. ولو في اي حاجه عايزين تسالوني عليها اسالوا، ما تترددوش تسالوني، انا معاكم ان شاء الله باذن الله. الحاجات كلها قدامكم اهي، ولو في اي حاجه عايزين تعرفوا سعرها او انا مثلا قلت سعرها غلط او اي حاجه قولوا لي. ولو عايزين اعمل لكم ريفيوهات عن حاجات تانية ان شاء الله باذن الله اكتبوا لي في الكومنتس. ورب تكون الحلقه تكون عجبتكم، مش بقى لايك والشير والسبسكرايب والفيس والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا جدا، وهقول لكم باي باي بقى بالشوكولاته. باي باي.